عندي خبر يعجبك. خبر ايه؟ بخصوص الامانه اللي بتدور عليها. امانه ايه؟ ما تخلينا ماشيين كويس عشان كلنا نستفيد. استفيد؟ توفيق شايلها في بيت صغير. يا سلام. فهمت منها كده؟ نشوف. تروح بنفسك؟ برضه نشوف. صحتك. طلعت بسرعه عشان روح. مش هقدر اسهر الليله دي يا توفيق. ليه بقى يا فاطمه شهر؟ تعبانه وعايزه انام بدري. ايه بقى العتنانه دي؟ اتفضل. لا مؤاخذه قطعنا الحديث. لا ابدا. اتفضلي شوفي شغلك. حاضر. نعم. الرجاله صبرها نفد. عايزين ايه؟ وهيعوزوا ايه غير حقهم في العمليه اللي قاموا بيها؟ نيمهم يا اخي حبتين. تعبت من الشغلانات دي. قول لهم لما اتاخرنا على الراجل اللي جاي يستلم البضاعه سافر وهيرجع بعد يومين. وليه ما نكونش صراحة مع نفسنا؟ تقصد ايه؟ انت مشغول بحاجات تانية أهم عندك من الشغل والناس اللي خدموك طول عمرهم. انت مش ملاحظ إن لهجتك النهاردة في الكلام اتغيرت؟ وهتفضل كده على طول لحد ما توصلنا حقوقنا وكل واحد يروح لحاله. وحبل المودة اللي بينا؟ نقطعه. والصحوبية؟ ندفنها. والشغل اللي جاي؟ ملوش لزوم. لا دي طبخة مطبوخة ومتسبكة. ويكون في علمك إذا ما وصلتناش حقنا لحد بكرة هناكلها بالهنا والشفا. لا دي حاجة حلوة أوي. وهتقدروا تهضموها يا شاطر؟ عيب. ده احنا رجالتك. بيومي لقيتها. بيومي اللهم صلي على حضرتك. اللهم صلي على حضرتك. والله واتجمعنا تاني يا قمر. والله واتجمعنا تاني يا قمر. وريني وريني. بالراحه والنبي بالراحه. على مهلك يا ابو علي. اللهم صلي على حضرة النبي. خلاص يا عم اديك هتبقى بيه زي ما انت عاوز. بيه مين يا ابو علي؟ النعمه ما يكفيني غير باشا. على رايك كله بتعبنا وشقانا. اسمع خلي بالك انت من الصندوق على بال ما اخطف رجلي اقول لي خليل واجي. بتقول ايه؟ خليل. ايه؟ عندك خليل. ايه؟ خليل. عشان ايه؟ عشان يجي ياخد نصيبه في جوار تيترر. يا عم ما تبقاش مغفل وفتح مخك شويه. قصدك ايه؟ الصندوق ده بتاعي انا وانت بس. حلو. بس هنفتحه ازاي؟ لما يكون الجن الازرق هم اللي قافلينه ابو علي برضه هو اللي هيفتحه. طب افرادنا فتحته هتعرف تبيع جهارة هتلر ازاي؟ انا بيع لك هتلر نفسه. حلاوتك انت. يلا بينا بقى على الكباريه ناخد كاسين ونتفرج على سوسو بمزاج. ما بلاش الكباريه ده احسن حد يشوفنا هناك. ما هو ده اللي انا عاوزه عشان ما حدش يشك فينا. حلاوتك انت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا عيني بتريس ابو علي. ما تخافش. اهلا وسهلا. ما بلاش نخش ونقابل خليل في اي حته تاني. اهلا وسهلا. هي حلاوتها نقابله هنا. اهلا وسهلا. يا ابني عليك عفريت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. خش. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. خير. هيجي منين الخير؟ ماله ماله بتعملوا فينا برضه؟ قصدكوا تقولوا ايه؟ احنا طلعنا مغفلين عشان صدقناكم. انت خدتنا على قفانا ولن نعترض. طب قوم بقى نتكلم بره في الموضوع. لا مفيش لزوم للكلام في الموضوع ده تاني. وضح كلامك شويه. يعني انت من سكه واحنا من سكه. اصل بصراحه عاوزين نبعد عن الشر من هنا ورايح. ونحيا حياه شريفه. وماله؟ ده ما يمنعش انكم تيجوا معانا. احنا هنقعد نتفرج على حاجه تفرفشنا بعد القرف اللي شفناه. ما هو لما تطلعوا معايا بره هوريكم حاجه تفرفشكم وتفوقكم. يا اخي مش هنطلع. هي تلقيحه. اسكت انت يا معلم بيومي. مش ساكت. انت زودتها قوي. وكمان بتمسك. طب خد. اديله حسن. Thank you.
وانت برضه امي. حلاوتك بتهزر.